جميل. شيخنا الكريم، سنعود إليك بعد أن نتحول إلى الزميل المراسل حسين السلطان في موقع آخر من مشعر عرفات الطاهر. حسين، مرحبا بك من جديد، ونحن نعيش الآن ربما الساعات الأولى من هذا النهار. الطقس ودرجة الحرارة بدأت بالارتفاع، كيف هي حال ضيوف الرحمن وهم يؤدون هذا الركن العظيم من أركان الحج؟ نعم زميل عبد الرزاق، كما ذكرت ونحن الآن في ساعات الصباح الأولى، وحيث نقف في مشعر عرفات ونحن رصدنا حركة الحجيج بداية التصعيد من منى إلى عرفات، يعني مع ارتفاع درجات الحرارة الآن، إلا هذه درجات الحرارة تكون سلاما على حجاج بيت الله الحرام من خلال تلك الجهود العظيمة التي وضعت ونسقت ورتبت. الآن زميل عبد الرزاق، دائما ما نتحدث بلغة مختلفة ممكن عن الأعوام السابقة، لكن بطريقة مضطردة هي لغة الأرقام. عندما نتحدث عن كثير من المبادرات التي شاركت فيها أكثر من 30 جهة حكومية، وهي 130 مبادرة حكومية، نتكلم عن 4 مستشفيات تتواجد في مشعر عرفات لخدمة ضيوف الله الحرام، نتحدث عن أكثر من 96 سيارة هلال أحمر تخدم ضيوف الرحمن، أرقام كثيرة وعديدة، يعني كلها مستعدة ومتهب وفي أتم الاستعداد لخدمة ضيوف بيت الله الحرام. عبد الرزاق، أنا من خلال مشاهداتي في الميدان وأنا أقف الآن في المقر الإعلامي لوسائل الإعلام المختلفة، ومن خلال حديثي أيضا مع ضيوف وزارة الإعلام وما شهدوه بأعينهم، لأن دائما ما نتحدث بأن شعار وزارة الإعلام هو العالم في قلب المملكة، نحن نعم فعلا يعني هذا الشعار ما يطبق، بأن العالم الآن ملايين المسلمين أفئدتهم وأنظارهم تتوجه إلى هذه البقاع الطاهرة لترصد حركة الحجيج. لكل مسلمين العالم هنا من يقف له قريب أو حبيب، نعم، أو صديق. نعم زميل عبد الرزاق. نعم، شكرا حسين السلطان مراسلنا في مشعر عرفات الطاهر، وهو يرصد حركة الحجيج الذين بدأوا بالتوافد بكثافة في مشعر عرفات يؤدون هذا الركن العظيم من أركان الحج، وهو الوقوف بصعيد عرفات الطاهر اقتداء وتأسيا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.